السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا سابع؟ اليوم يمس وصلنا في مادة التربية الإسلامية إلى الدرس الثامن، حفظ اللسان، وهو حديث نبوي شريف عليكم فهمه وحفظ كلمات هذا الحديث ومضمونه والأمور التي يدعو إليها أو يرشد إليها. بداية نقرأ الحديث النبوي الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كمان مرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. بداية، من راوي الحديث هو أبو هريرة. من هو راوي الحديث؟ هو أبو هريرة، طبعا اسمه عبد الرحمن بن صخر. اكتبوها يا ثامن، عفوا يا سابع، عبد الرحمن بن صخر. الآن المعاني الواردة في والكلمات الواردة في الحديث النبوي، أولا ما يتبين فيها، يعني ما يدرك، ما تؤدي إليه هذه الكلمة من عاقبة. إذا كانت هذه الكلمة نقل كلام بين الناس لأثارة العداوة والبغضاء بينهم، إذا كانت هذه الكلمة كذب، إذا كانت هذه الكلمة ذكر الناس بالسوء أو بما يكرهون، أيضا إذا كانت هذه الكلمة فيها اسم أو صفة يكره الإنسان أن يسمى بها أو يتصف بها. الآن الحديث النبوي دعانا إلى أن الإنسان محاسب عما يصدر من لسانه، يعني حتى الأشياء اللي بتصدر من لساننا من كلمات وجمل نحاسب عليها. إذا استعملناها في الخير بالتسبيح والاستغفار والتكبير وقراءة القرآن، فنأخذ الأجر والثواب ونكسب رضا الله. أما إذا استعملنا لساننا في الشر مثل الكذب والغيبة والنميمة والتنابز بالألقاب، فإن ذلك يؤدي إلى غضب وسخط الله تعالى علينا. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. عندما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، دليل على أنه العذاب الذي نلاقيه أو الذي يلاقيه من أطلق لسانه بالسوء وبالشر، هذا العذاب، عذاب صاحب من يطلق لسانه وينطق لسانه بالسوء وبالشر، عذابه شديد. هذا الشخص توعده الله بالعذاب الشديد، واضح أمس؟ فيجب أن لا نستخدم لساننا بالكلام المحرم، بالكذب، بالغيبة، بالنميمة، الفتنة بين الناس، التنابز بالألقاب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين بين أن الإنسان محاسب على كلامه لمعاذ بن جبل، حيث قال سيدنا محمد: كف عليك هذا، يعني لسانه. فقال معاذ رضي الله عنه: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني الإنسان يكب في النار يوم القيامة نتيجة لحصاد لسانه، إذا كان لسانه استخدمه بالأشياء المحرمة والكلام المحرم فإن لسانه يدخله إلى النار، أما إذا استخدم لسانه في الأشياء التي ترضي الله مثل الدعاء، التسبيح، التكبير،
فإن ذلك يؤدي إلى طبعا رضا الله تعالى ومغفرة الذنوب. استذكر، وردت آية كريمة في سورة قاف تدل على أن الإنسان يسجل عليه كل ما يقول. اذكر هذه الآية. الآية هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. صدق الله العظيم. هذه هي الآية. الآن زلات اللسان والأقوال السيئة، الأقوال المحرمة، كيف الإنسان ممكن أنه يبتعد عن هذه الزلات وهذا الكلام السيء ويحصن نفسه من هذا الكلام؟ عن طريق أنه الإنسان يشغل نفسه، يشغل لسانه بالأشياء الحسنة، بالكلام الحسن، بالكلام الخير، مثلا بقراءة القرآن، بالتسبيح، التكبير، وأيضا عليه أن يتحلى بالصبر والتأني عند الغضب، لأنه كثير من الناس عندما يغضبوا لا يستطيعون أن يتحكمون بألسنتهم، فيبدأون بالسب والغلط على غيرهم من الناس. طبعا يمس هناك نصيحة نقدمها لمن يتكلم بالسوء عن الناس. النصيحة اللي نقدر نقدمها إنه الإنسان يكون رقيب على نفسه، بمعنى إنه قبل ما ينطق بأي كلمة يتأملها في عقله، يفكر فيها، هل هذه الكلمة خير أم إنها شر؟ إذا كانت خير يتكلم بها ويتلفظ بها بلسانه، إذا كانت شر يتركها ولا يتلفظ بها. وعلينا يا طلبتي الأحباء أن دائما أن نتوب إلى الله، حتى لو حصلت منا زلة في لساننا أو بدل خطأ في لسان من لساننا، فعلينا أن نتوب إلى الله تعالى، لأن الإنسان ليس معصوم من الخطأ. الإنسان ممكن أنه يخطئ، لكن الله تعالى فتح لنا باب التوبة بأن نرجع إلى الله تعالى ونستغفر ربنا ونتوب إليه توبة نصوح، حتى ينجينا من العذاب الذي توعد به من يتكلم بالسوء ويقوم بالنميمة والغيبة والتنابز بالألقاب. خليني أرجع يا ميس عشان أحدد لكم الأشياء المهمة. أولاً كنت تعرفوا من هو راوي الحديث. من هو راوي الحديث؟ هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر اسمه. بالنسبة للمعاني هنا مهم جداً، ما يتبين فيها لا يدرك ما تؤدي إليه من سوء العاقبة، يهوي يسقط. الآن ما هي الأمور التي دعا إليها حديث حفظ اللسان؟ حديث حفظ اللسان ما هي الأمور التي دعا إليها هذا الحديث؟ أولاً أن الإنسان محاسب عما يصدر عن لسانه، فقد يستعمل في الخير كتلاوة القرآن وذكر الله من تسبيح وتحميد. اثنين، قد يستعمل في الشر كالكذب والغيبة والنميمة. أيضاً في عنا سؤال صفحة 37: على ماذا يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب؟ على يدل على شدة العذاب الذي يلاقيه من أطلق لسانه بالسوء، فإن الله تعالى توعد هؤلاء الأشخاص بالعذاب العظيم يوم القيامة. أيضا فإن سؤال: ما هي الأمثلة على الكلام المحرم؟ الكلام المحرم مثل الكذب، الغيبة، النميمة. 2 السعي بالفتنة بين الناس. 3 التنابز بالألقاب. وأيضا عندنا الاستهزاء، السب، القذف، سب الذات الإلهية والعياذ بالله، سب الاستهزاء بالإسلام والأنبياء، أو اتهام أحد الناس بالباطل. الله يبعدنا طبعا عن هذا الكلام. الآن الغيبة، الغيبة هي أن
تذكر الغائب بما يكره، يعني إنسان غائب ما بكون موجود في المكان أنت جالس فيه بتذكره بما يكره، هاي بنسميها غيبة. النميمة إنه ننقل الكلام من شخص إلى آخر بهدف الفتنة والإفساد بينهما. أيضا التنابز بالألقاب، إنه نذكر الناس ببعض الصفات التي يكرهونها، إذا يدعوه بما يكره من الأسماء والصفات. هاي مهمة جدا، الغيبة والنميمة والتنابز بالألقاب. الآن يا مس عنا كيف يقي المسلم نفسه من زلات اللسان؟ كمان مرة، كيف يقي المسلم نفسه من زلات اللسان؟ أولا أن يشغل لسانه بذكر الله تعالى والقول الحسن. اثنين، أن يتحلى بالصبر عند الغضب حتى لا يصدر عنه السوء. إذا واحد أن يشغل لسانه بذكر الله والقول الحسن، واثنين أن يتحلى بالصبر والأناة عند الغضب حتى لا يصدر عنه السوء. أيضا صفحة 38 في عنا سؤال مهم جدا، ما النصيحة التي تقدمها لمن يتكلم بالسوء عن الناس؟ ما النصيحة التي تقدمها لمن يتكلم بالسوء عن الناس؟ نصيحة إنه قبل أن ينطق بأي كلمة عليه أن يتأملها ويتدبرها، فإن رأى فيها خيرا تكلم بها وإن رأى فيها شرا تركها. وإن أخطأ وزل لسانه بكلمة سوء عليه أن يبادر إلى التوبة من الله سبحانه وتعالى. أحدد موقفي، سمعت زميلي في المدرسة يغتاب زملائي الآخرين، إيش بكون موقفك؟ أنصحه بعدم الاستغابة، إنه ما يستغيب زملائه ويذكرهم بما يكرهون في غيابهم. اثنين، رأيت اثنين يتشاجران ويسب أحدهما الآخر، طبعا هذا التصرف خاطئ، يجب أن لا يسب أحدهما الآخر. ثلاثة، نقل لي زميلي ما قاله عني زميل آخر بالسوء، هذا تصرف خاطئ لأنه يؤدي إلى الإفساد والكراهية بين الناس. أربعة، أسر لي صديقي بالسر، طبعا هذا التصرف ما في، طبعا ليس تصرف سيء بل هو تصرف خير، يجب علي أن أحفظ هذا السر ولا أبوح به لأي شخص آخر. القيم المستفادة، أنتقي كلامي قبل أن أنطق به، يعني أختار الكلمات، أتجنب الحديث عن الناس بسوء، أتجنب نقل الإشاعة ونشرها. أيضا اكتبوا إذا أخطأت، بكلمة فعلي أن أبادر إلى التوبة. وهيك يا سابع نكون أنهينا الدرس، ويعطيكم العافية.